امبارح كان في عدد من الأخبار المهمة، كان أهمها طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ولقائه بالرئيس الصيني تشي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين. خلال اللقاء اتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين. أيضا امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع تشاو لاجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. خلال اللقاء تم التأكيد على الزخم الكبير اللي بتشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، واللي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني تشي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين في إطار زيارة الدولة اللي بيقوم بها الرئيس للصين. شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال ابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى. امبارح تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس الصيني تشي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، وشدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكداً الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة. وأشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع تشاو لاجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. شهد اللقاء تأكيد الزخم الكبير اللي بتشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين. كما ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية. وامبارح زار الرئيس عبد الفتاح السيسي النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانمن بالعاصمة الصينية بكين، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة، منها البدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية اللي بتتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقين. كمان أوضح في مؤتمر صحفي إنه استمع لكافة الآراء، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية اللي بتمس المواطن.